المفترسات. تطورت عمليات التكيف في جميع أنحاء مملكة الحيوان من أجل كل مرحلة من مراحل هذا الصراع، وذلك بتجنب الاكتشاف لمنع الهجمات ودرء الهجوم أو الهرب عند الوقوع في يد المفترسات. ليس هناك وزن في البرية، فقد تنشب معارك مثل الملاكمة وأكثر. يمكن أن ينتهي الأمر بنتائج غير متوقعة على الإطلاق، لكن هذا لا يعني أن نتيجة هذه المعارك غير المتطابقة هو دائماً ما تتوقع مشاهدته. قرر هذا النمر أن يكون دب صغير عشاء له. بعد كل شيء لم يقف الشبل ولا أمه. حاول النمر الهجوم، لكن لا يوجد شيء أكثر خطورة من الدب الأم في حماية أطفالها. هم النمر بالهجوم، لكن الدب الأم واجهته بشجاعة منقطعة النظير، ودارت بينهما معارك طاحنة. كل من الطرفين يحاول السيطرة وبسط النفوذ، ولكن ليس هناك مفر، فقانون الغاب معروف للجميع، فالبقاء للأقوى. هذا ما يحدث عندما تعبث مع الحمار. حاول الضبع الهجوم على الحمار ظنا منه بأنه قد يكون وجبة سهلة المنال، ولكن ما حدث من الحمار لم يكن متوقعا. فقد هاجم الحمار الضبع بشكل لا يصدق، واستطاع السيطرة والقضاء على الخصم في ثوان معدودة. هذا ثعبان ارتكب خطأً كبيراً عندما هاجم كلباً شرساً ظناً منه بأنه فريسة سهلة المنال، لكن الكلب ذا الأسنان الحادة قام بمهاجمته والقضاء عليه بشكل لا يصدق. وهذه اللبوة على وشك معرفة من هو ملك الوحوش الحقيقي، فقامت بمهاجمة فرس النهر النائم، لكن ما فعله فرس النهر لم يكن متوقعاً، فقد استطاع النهوض والقضاء عليها بشكل لا يصدق. احترس من فرس النهر عزيزي المشاهد، خصوصا عندما يضحك أو يتثاءب. تصور الأعمال الخيالية أفراس النهر على أنها حيوانات عملاقة تتسم باللطف، لكنها قد تنقلب في حقيقة الأمر إلى كائنات عنيفة بوسعها القضاء حتى على البشر. تتمثل السمعة السائدة عن أفراس النهر في أنها حيوانات لطيفة، ولكنها بطيئة وخاملة. إنها من فئة الكائنات آكلة العشب، تقضي حياتها تتقلب وتستلقي وتتحرك باسترخاء في مياه استوائية موحلة، منعزلة عما سواها من الحيوانات. أما الحقيقة فهي أن تلك الحيوانات تتسم بالرشاقة في الحركة والعدوانية في السلوك على نحو ملحوظ، بل إنها أحياناً ما تقتل أو تقتات على ما يمكن أن تجده من بقايا حيوانات مثل الظبي الأفريقي والبقر الوحشي والجاموس. وفي بعض الأحيان تهاجم أفراس النهر البشر أنفسهم، وخلال جولات ليلية تقوم بها خارج المياه تقطع تلك الحيوانات أميالاً عديدة من رحلات مضنية كي تحصل على وجبات خفيفة وسريعة. حسناً، الآن تحقق من هذا الطائر. في الحياة الواقعية عندما كان عليه أن يدافع عن نفسه ضد اثنين من النمور الجائع، فكما هو معروف فإن النمر من أخطر الحيوانات الموجودة على وجه الأرض والأكثر خطورة، وخطورة الحيوانات المفترسة ليست مقصورة فقط على الحيوانات والطيور، ولكن أيضاً تشكل الحيوانات المفترسة خطورة كبيرة على البشر إذا سنحت لهذه الحيوانات الفرصة لذلك. يرى البعض أن الذئاب حيوانات قاتلة مسعورة ومرعبة، أما البعض الآخر فيعتبرها نماذج جميلة للطبيعة في أكثر صورها البرية وضوحاً. للذئاب صورتان معروفتان لدى الناس، إحداهما تثير مشاعر الخوف بسبب اللعاب الذي يسيل من فمها لحظة تطاير الشرر من أعينها، لكنها في نفس الوقت تثير الإعجاب بسبب قوة مجتمعاتها وتمركزها معاً في إطار عائلي، ولأنها من المعالم الرئيسية للطبيعة البرية. قد يكون حجم الفريسة كبيراً مثل الثيران، ولكن كثرة أعداد القطيع تمنحه الشجاعة لمواجهة مثل تلك الفرائس العملاقة. فقد تهاجم الذئاب الفريسة، وذلك بغض النظر عن حجمها. الحجم لا يهم. يعتقد أن هذا الإيغوانا يبدو صبوراً جداً، ولكن ماذا يحدث عندما تصبر السحلية؟ يقوم الكلب بالهجوم، لكن على ما يبدو أن الإيغوانا نفذ صبره وهاجم بكل شراسة. إن الحصان مخلوق سهل الانقياد، لكن هذه الدجاجة المزعجة ستقود أي شخص للجنون. أوه، هذا صحيح. الشيء الوحيد الذي يمنع هذا الوحش من الحصول على عنف مع عدوه هو السياج. كنت أتحدث عن جرذ الأرض. قرر هذا الكلب الهجوم وعضه في المكان المناسب. إنه حقا كلب ذكي للغاية. لطالما أحبت الكلاب مضايقة القطط حتى في البرية، وحتى لو كانت لبؤة ضخمة، استطاع هذا الكلب مهاجمة اللبوة بكل شجاعة، لكن في النهاية استطاعت اللبوة مهاجمته بشراسة، مما جعله ينسحب ويترك المعركة. سبحان الله الخالق العظيم.
بالرغم من قوة النمر وشراسته، إلا أن هذه البطة حاولت العبث مع هذا النمر الضخم. إذا كنت تعتقد أن السلاحف غير ضارة، إذن فأنت لم يسبق أن تعرضت للعض من قبل. السلحفاة على عكس هذا الحصان، في البداية يبدو هذا المالك الحزين يحاول أن يسرق من نسر، لكن الحقيقة أن النسر هو الذي يصطاد في الحال. ينطوي الخط الدفاعي الأول على تجنب الاكتشاف باستخدام آليات مثل تمويه عنا، الإلهاء، استخدام هياكل دفاعية كالأشواك، وبالعيش في جماعات. يعيش أفراد الجماعة في خطر أقل من الافتراس، وعلى الرغم من زيادة وضوح الجماعة فإن الخطر يقل من خلال تحسين اليقظة لدى الأفراد، إرباك المفترس واحتمالية أن يهاجم المفترس فرداً آخر. بعض أنواع الفرائس قادرة على درء هجوم المفترسات. يمكن للكثير من الحيوانات أن تهرب بالجري سريعاً أو بسبق المهاجم أو بالتغلب عليه. الأسد والزرافة لا يتناسبان في القتال. لا يمكن للأسد التغلب على الزرافة بسبب حجمها الهائل وارتفاعها الكبير. الزرافة طويلة جدا لدرجة أن الأسد لا يستطيع أبدا الوصول إلى حلقها لغرز أنيابه. هذا هو الأسلوب الذي يتعامل به عادة مع الحيوانات الكبيرة. عند اصطياد الزرافات البالغة تحاول الأسود أن تطرد الحيوان النحيل من قدميه وتنزعه إلى أسفل. يمكن للزرافة أن ترفس في أي اتجاه، ولا يمكن لركلتها أن تقتل أسداً فحسب، بل يمكنها أن تنزع رأسه أيضاً، ويمكن لسرعتها أن تصل إلى 60 كيلومتراً في الساعة. إنها حيوانات رائعة، من المعروف أن